وصلنا لفقرتنا القانونية. صار يمكن كثير من الأشخاص ممكن يضطروا بوقت من الأوقات أنهم يسافروا أو أنهم مثلا يكونوا بعاد بمنطقة معينة غير قادرين على التواجد لمتابعة أمورهم القانونية بشكل شخصي، فبالتالي بيضطروا لشيء اسمه الإنابة عنهم لشخص آخر، هي بمعاملات أو إجراءات. طبعا هذا الشيء بيسمى توكيل أو وكالة. قانونيا شو الإجراءات المتعلقة فيها، شو أنواعها، وكيف ممكن نضمن الحماية لما بنوكل شخص ثاني انه ينوب باجراءات قانونيه بالنيابه عنا؟ كل هالمواضيع رح نعرفها مع المحاميه الاستاذه رنا ديب. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذه رنا. يسعد صباحكم وصباح الاخوه المشاهدين جميعا. يسعد صباحك استاذه رنا. بدايه قبل ما نفوت بموضوع الاهليه والاب اذا فيه يوكل ابنه، خلينا نعرف المشاهدين عن الوكاله. ما معنى الوكاله؟ عملنا له وكاله، هو فيه يبيع، هو فيه يشتري، هو فيه يستخدم صلاحيات، خلينا نحكي عنه. طبعا القانون السوري تحدث عن موضوع الوكالة، وجاء في نص القانون المدني في إحدى مواده الوكالة هي عبارة عن عقد بين طرفين، وكيل وموكل. بموجب هذا العقد يستطيع الوكيل أن يقوم ببعض الأعمال القانونية التي وكله بها الشخص الآخر. يعني بلغة بسيطة مثل ما تفضلت سلمى، هي حكت أنه ممكن أشخاص تكون خارج البلد، ممكن مسافرين، بس مو بالضرورة يكون فقط هدول الأشخاص هن اللي بيحق لهم يعملوا وكالة. أي شخص حتى لو كانوا الاثنين يعني بالبلد بحق له شخص يوكل شخص آخر. يمكن هلأ كان حديثكم الفقرة اللي قبلي أنه عن الكورونا وزمن الكورونا. صحيح. مع الدكتور، فانه هلا بزمن الكورونا يمكن كثير شريحه من الناس مثلا الكبار شوي بالعمر يمكن لهم ظروف صحيه، مشان ما يصير في احتكار اكثر ممكن يعني زاد موضوع الوكالات هي الايام يعني نتيجه زمن الكورونا، فممكن يوكل شخص اخر انه يقوم ببعض هالاعمال. طيب خلينا نحكي عن انواع الوكالات. وكل وكاله كيف بتختلف عن الثانيه؟ انا بدي احكي عن تصنيفين للوكالات. يعني فئتين، في عندنا نحن شيء اسمه وكالات عدليه ووكالات قضائيه، هلا بنحكي عنهم. في عنا شيء اسمه وكالات عامة ووكالات خاصة. هلأ إذا بدي أجي أحكي عن التصنيف الأول اللي هو الوكالات العدلية والوكالات القضائية. الوكالات العدلية هي من اسمها وكالات عدلية، فهي بتصير عند كاتب بالعدل، وهذا النوع من الوكالات مو بحاجة يكون في عنا محامي، يعني ممكن أي شخص يوكل أي شخص آخر، مو بالضرورة يكون محامي، بينزل عند كاتب بالعدل وبيعملوا وكالة إنه بدك تقوم بالمهمات الفلانية كذا وكذا وكذا، طبعا محددة، أو وكالة عامة، بس طبعا أنا ما بنصح فيها. وهلأ صاروا عم شددوا شوي على موضوع الوكالات العامة إنه يكون فيها تفويضات معينة أو تستثني أشياء معينة، لأنه مشان ما يصير في عنا عملية بيع ولا عملية هبة ولا عملية رهن لنفترض للعقار مثلا. فهي أول نوع هي وكالات عدلية، أي شخص بيقدر يوكل أي شخص آخر. الوكالات القضائية هي اللي نحن بنكون معروفة يعني إنه إلها علاقة بالمحامين، إنه شخص بيوكل محامي ليقوم بأعمال ما بيقدر يقوم فيها إلا المحامي، مثل الدعاوى أمام المحاكم، مثل أي موضوع قانوني يعني إجراءات قانونية، فكمان هي بتكون خاصة بالمحامي. كمان ممكن تكون هي الوكالة إنه عامة، ممكن تكون وكالة قضائية خاصة، إنه أنا بدي من المحامي يقوم بهي إجراءات هي الدعوى فقط. يعني احيانا بتلاقي انت اشخاص عندهم كذا دعوه امام المحاكم، بس انا بدي المحامي الفلاني مثلا لهي الدعوه بالذات، يكون طبعا مذكور بشكل صريح بالوكاله. او بدي اياه عام يعني لكل الدعاوى اللي انا بواجهها بحياتي انه هذا المحامي اللي عندي مثلا. فهي كمان بالنسبه لانواع الوكالات سالتوني عنها. يمكن هيك سؤال من خلال حديثك استاذه رنا، فيه الشخص يعمل لمحامي وكاله عامه ولا لا؟ بده يكون اجباري وكاله هي قضائيه، يعني هل تدرج بند العامه تحت الوكاله القضائيه؟ هلا نحن اذا يعني نحن بنعرف هالشيء انه نحن مكتوب بيكون دائما بسند التوكيل سند توكيل عام، هي صيغه. بس هي الصيغه مو بالضروره انه تلزم المحامي يكون عام، يعني وكالته عامه، لانه نحن بنعتمد على الاشياء المذكوره داخل الوكاله، البنود حتى المكتوبة. تماما بيكون مكتوبه تفويضات معينه انه كذا وكذا وكذا، انه معلش يعمل هيك، مو معلش يعمل هيك. حتى الشخص المسؤول مثلا، نحن عندنا مندوب النقابه اللي هو مسؤول عن توقيع الوكالات، بيحاول يستعرض امام الطرفين، يعني امام الوكيل على الاكثر، انه شو هي التفويضات، ويسمع منه يعني بعده واحد، ما انت فوضت فلان او المحامي الفلان. واحد اثنين ثلاثه اربعه، هدول هن الاشياء اللي انت وكلته فيهم،
موافق على هدول التوكيلات، مخافة انه يصير في مثلا عندنا تزوير للوكالة، مخافة انه الشخص الموكل عفوا الوكيل انه يتعدى حدوده في الوكالة، انه يقوم باعمال مو مذكورة بنص الوكالة، هذا الشيء ممكن يؤدي لاشكاليات فيما بعد، سواء كان محامي ولا غير محامي. بالنتيجة هو صحيح. وكيل له حدود معينة ما بيقدر يتجاوزها بوكالته. أكيد، بالرغم من أنه القانون حدد كل هاي التفويضات حتى يضمن السلامة للشخص اللي هو عم بيوكل، إن كان محامي أو إن كان شخص آخر، هل ممكن للموكل أنه هو يطعن بصحة الوكالة؟ طبعا، مثل أي عقد. هلأ نحن طالما أنه عرفنا الوكالة أنه هي عبارة عن عقد بين طرفين، فهي معرضة لأي تزوير، مثل ما معرض أي ورقة أخرى للتزوير. فممكن هاي الوكالة تتزور، وصارت بصراحة عدة مرات أنه الوكالة بتتزور. بالنتيجة الشخص صاحب الحق بيدعي انه هاي الوكاله مذكور فيها اشياء وتفويضات انا ماني مسؤول عنها نتيجه تزوير معين وقع بهي الوكاله. طبعا نحن في عندنا خبره قضائيه، في دعاوى يعني بترفع دعوه حتى لو كان على المحامي، يعني صحيح. حتى لو كان على الشخص العادي بترفع دعوه انه انا هاي الورقه معرضه للتزوير نتيجه الاجراءات، مثلا ممكن صحه التوقيع، ممكن خبره الخطوط. نعم. شغله المحكمه هي يثبت فعلا انه، او اذا هو عنده اثباتات الشخص اللي، لانه دائما البينه على من ادعى، فانت عندك اثبات انه هي مزوره مثلا، عنده الاثباتات المعينه بيعرضها للقاضي. اذا كان فعلا يعني من اجراءات الدعوه اكتشفوا انه فعلا هي مزوره، لا طبعا تبطل الوكاله وبيتحاسب الشخص، سواء كان محامي بيتحاسب كزله مسلكيه امام النقابه، وكمان كشخص عادي بيتحاسب، والشخص العادي بيتحاسب كجرم تزوير ممكن يكون جنائي وليس جنحوي، وهو درجه اخطر من الجنحه. صحيح. بتعرض للحبس، بتعرض للسجن فتره من الزمن، بالاضافه لدفع الغرامه والتعويض عطل وضرر. يعني في حال استاذه رنا كان شخص خارج البلد، فيه يوكل اي شخص داخل البلد، هل بيستطيع الوكيل بالوكاله الاصليه انه يوكل حدا ثاني؟ طيب هذا السؤال له شقين، الشق الاول انه هل يستطيع الشخص خارج البلد يوكل شخص داخل البلد؟ طبعا يستطيع، طبعا ضمن اجراءات معينه، يعني احنا بنعرف انه اي بلد اجنبي مثلا ممكن يكون في كاتب بالعدل، او اذا كان ممكن يلجأ لكاتب بالعدل، ممكن يلجأ للسفاره السوريه بالبلد، بحال انه بصراحه الطريق الاضبط والاوضح والاكثر دقه هو السفاره السوريه في البلد الموجود فيها الشخص. بحال ما كان في سفاره او ما قدر هو يروح على السفاره لاي سبب، يلجأ للكاتب بالعدل. بس لما بيكون الشخص لجأ لكاتب بالعدل بصير في اجراءاته اكثر. ليه؟ لانه احنا شو بيثبت لنا الموظف اللي بسوريا انه هاي الوكاله موقعه من انه هذا الشخص اللي وقعه هو كاتب بالعدل للبلد؟ فهون وقتها بده يصدقها من وزارة العدل اللي بالبلد نفسها اللي قاعد فيها الشخص المغترب، وبده يصدقها كمان من وزارة الخارجية بالبلد، بعدين بتجي لهون تتصدق. كمان تتصدق من وزارة الخارجية، بصير الإجراءات أطول. بينما لو كانت صادرة هي من السفارة السورية بيوفر على حاله توقيعات جهد أكثر. بس أحيانا ما في، يعني أحيانا ممكن يكون سفارة هلأ مثل هلأ في بعض البلاد ما فيها سفارة تماما، 100%. فهون بيصير أعقد إجراءات، ولكن من حيث المبدأ طبعا بيقدر ويفوضوا بأعمال معينة. الشق الثاني من السؤال إنه بحال كان في شق ثاني للسؤال، الوكيل الشخص خارج البلد وكل شخص داخل البلد، هل يستطيع الشخص إنه يرجع؟ تمام، طبعا يستطيع، ولكن إذا كان هذا الشيء مذكور في الوكالة، يعني من الأساس إنه مذكور في الوكالة إنه أنت بتقدر معك صلاحية توكل حدا ثاني. أكيد. طيب كمان أستاذة بعض الأشخاص بيسألوا، ممكن يكون الأب يوكل ابنه تحت سن ال 18؟ في كتير عالم تسأل هالأسئلة وخصوصا بهذا الوقت. لا تحت، هلا بيقدر يوكل ابنه إيه، بس ما بيقدر يوكله إذا كان تحت ال 18، لأنه هو ما بيمتلك الأهلية يعني الكافية. فلا، بده يكون من شروط الوكيل إنه يكون بالغ راشد، فهي اول شرط من شروط الاهليه، يعني لحتى يقدر يكون عنده اهليه يمارس تصرفات يعني معينه يقدر يكون فيها. نعم استاذه لنا سؤال كمان مهم ومتعرضين كثير له عالم، انه عم يشتروا سيارات من وكيل، يعني وباخر شيء بيرجع الاصلي بيقول له انه لا، بحاسبه قانونا انه هيك بده السياره لانه ما هو مفوض انه بالبيع. هل الوكيل مفوض بالبيع القطعي، ولا احيانا مثل ما ذكرتي في استثناءات معينه ضمن الوكاله؟ هلا هو مفوض أو يعني صحيح بيكون البيع، يعني بيكون بيع صحيح. هلا هو بيع صحيح ناقص، يعني كيف مثلا هلا بموجب الوكاله انا مثلا عندي سياره بدي بيعها،
بيع اول شيء بموجب الوكاله، بس بعدين بدي انزل على الفراغ افرغها، هذا الطريق الاسلم لحتى ما يوقع الشخص باشكاليه انه ترجع تنباع مره ثانيه او تتعرض الوكاله لتزوير. ولكن بصراحه هي عم تصير، لنكون واقعيين اكثر، امتى عم تصير؟ لما شخص بيبيع السياره ما بيكون قصده انه بيشتريها، عفوا ما بيكون قصده يتملكها، بيكون هو اصلا بيشتغل ببيع السيارات، فهو بيشتريها بيرجع بده يبيعها مره ثانيه لحتى يعني يكسب انه يربح فيها. هي بصراحه هيك عم يصير. فهو شو بيعمل مشان يتهرب من يعني يوفر على حاله الرسوم تبع النقل؟ بيروح ما بيفرغها، بموجب الوكاله بيرجع ببيعها. هلا صاروا عم ينتبهوا اكثر وعم يشددوا اكثر، عم يعملوا شيء اسمه مطابقه، يعني الوكاله صادره عن كاتب العدل، بروح انا على النقل بدي ارجع بيع السياره بموجب هالوكاله، بيراسلوا كاتب العدل بشوفوا انه هي الوكاله اللي عنده النسخه اللي محتفظ فيها هي مطابقه للنسخه اللي ابرزها الشخص امام النقل. حلو. فوقت بتطلع مطابقه معناتها ما في اي تزوير، هون ليحموا المواطنين من موضوع تزوير الوكالات، فهن قدروا شوي يحلوا بعض الاشكاليات اللي كانت تواجه الناس اللي عم تبيع وتشتري سيارات. اكيد. كمان بنسمع عن مصطلح وكاله غير قابله للعزل، شو المقصود بهالمصطلح؟ والله هي سلمى، الوكاله غير قابله للعزل اللي كثير ناس تسال عنها هي شوي خطره يعني. ليش خطره؟ لانه هي عباره عن شغلتين بشغله واحده، يعني هيك لبسطها للاخوه المشاهدين. هي عباره عن وكاله مثل ما هلا كنت عم بحكي عن الوكاله، موكل ووكيل، وبنفس الوقت هي بيع. يعني بموجب هي الوكاله بيكون مذكور فيها انه حق التصرف لنفسه، يعني احيانا في لنفترض عقار حتى مو بس سيارات، انه بينباع بموجب وكاله غير قابله للعزل، فالشخص اللي اشترى بصير بيمتلك هذا العقار وبيقدر هو يبيعه بعكس الوكالات الثانيه، بيقدر يبيعه، بيقدر يتصرف فيه، بيقدر ياجره، بيقدر يعمل فيه اي شيء، لانه هي هو ملكه صار. ولكن بدل ما يكون له هذا العقار ورقه طابه مثل ما نحن بنعرف، بيكون منباع بشكل بشيء اسمه وكاله غير قابله للعزل. هي الوكاله ما بتنتهي بموت الوكيل او الموكل مثل الوكالات الثانية، تنتقل للورثة. فإذا الشخص كان يقصد فعلا أنه يبيع وأنه ينقل الملكية، فيعمل وكالة يعني غير قابلة للعزل. يعني إذا شخص موكل شخص وكالة غير قابلة للعزل، الطرف الأول مثلاً. الطرف الأول توفى، الطرف الثاني اللي هو كان أصلا موكل ضل عنده الصلاحية حتى لو كان الطرف الأول توفى؟ لا، نحن عم نحكي عن الشخص اللي اشترى بموجب وكالة غير قابلة للعزل. هذا الشخص اللي اشترى بموجب وكالة غير قابلة للعزل صار يملك العقار، يملك العقار، بيقدر يبيعه. فإذا توفى هو بينتقل ملكية العقار للورثة تبعه. يعني احنا عم نحكي عن الشاري، البائع طبعا هو وكل وكالة غير قابل العزل، انتهى الموضوع، طلع البيت من ملكيته. فلما انتقل للثاني، الثاني صار يملكه كأنه عنده ورقة طابو، خطرة الوكالة غير قابل العزل. بس الناس بتلجأ له لما بيكون عن جد هدف البيع، انه انا بدي بيع العقار، هذا العقار ما له صحيفه مثلا بالطابو. ليش؟ لاسباب كثير، يعني هلا احنا مو بصددها، ما له صحيفه، بس بينباع على شكل وكاله غير قابله للعزل، هي خلص انتهى انباع. فالوكالة عادة بتنتهي لما بيموت الوكيل أو الموكل، وكالة غير قابلة للعزل ما بتنتهي، تنتقل للورثة. هذا العقار كنت أنا بملكه بموجب وكالة غير قابلة للعزل، صار في حالة وفاة الورثة اللي عندي بيمتلكوه لهذا العقار. يمكن هي هدول المعلومات يمكن اللي قدمتي لنا اياها استاذه رنا جدا مهمه، وخاصه لكل حدا بده يعمل توكيل لحدا، ومثل ما بنعرف في كثير عالم خارج البلد هلا عم تضطر يعني توكل عالم جوا لقضاء امورها، حتى الاوراق الثبوتيه احيانا بتتطلب وكاله. شكرا كثير لوجودك معنا استاذه رنا، نورتي صباحنا لليوم، وان شاء الله هيك بيكون لنا وقفات ثانيه لمواضيع ثانيه ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا لك استاذه رنا، وبنتمنى اكيد دائما للكل يكونوا مع الشخص الاستشاري، استشاره بسيطه ممكن تفيده وتحميه من انه يتعرض لاي مشكله ثانيه. شكرا لك. شكرا لكم سلمى.